ما هي اليمين الغموس وما حكمها ولماذا سميت بذلك؟ اليمين الغموس هي التي يتعمد صاحبها الكذب ويحلف، يحلف كاذبا، هذه تسمى يوم يمين غموس. أسوأ اليمين الغموس، أسوأ اليمين الغموس ما اقتطع به مال امرئ مسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من اقتطع مال امرئ مسلم بيمينه لقي الله وهو عليه غضبان، نسأل الله العافية والسلامة. هذه أسوأ الأيمان الغموس، وسميت غموسا لأنها تغمس صاحبها في الإثم الموصل إلى النار، هي تحلف وتغمس صاحبها في الإثم والإثم يوصلها إلى النار.